صاحبنا قلبه اتشبك، عاش عمره في المية، البحر مليان سمك والدنيا جنية، الرزق مش بالإيد، ده الرك عني. نزل الصياد جوه الميه علشان يصطاد، علشان يصطاد، طلعت له السمكه وقالت له انا عندي ولاد، انا عندي ولاد. احنا ماشيين على الكورنيش يا عم محمد، قالوا لنا ان انت عمده الصيادين والمراكبيه هنا. ماشي شيء، فقلنا شغال ولا مش شغال؟ فقلنا عايزين نسجل مع الناس دي. ما خدامينكم الله يخليك، ما تقولش كده والله. وسمعت كمان من خالد ان انت تفضل نقول لك عم جمال. ماشي، على اسم الله يرحمه، الله يرحمه جمال عبد الناصر. كانت مسميني على اسمه ايامها فعلا، لان كان ساعتها في حرب، كان ايام الحرب وانتصر فيها 56، حرب 56 بتاع الجلال، اللي هو طرد الناس من البلد، طرد الانجليز. يا عزيزي يا عزيز، كوبا تاخد الانجليز. خدت الله يرحمه. انت بقالك كام سنه على المركب هنا؟ أنا يا عم بقالي على المركب 56 سنه، من يوم ما اتولدت. من يوم ما اتولدت، من يوم ما اتولدت انا عايش فيها. يعني انت والدك صياد وجدك صياد وطلعت ابنك صياد في نفس القصه، بس احمد في المدارس. لا احمد لا، بنحاول بقى، ده كفايه كده، كفايه كده. وخالد صياد. وخالد صياد بس ما بيرسها في اوقات الفراغ، مش يعني رسمي. مش رسمي؟ لا رسمي لا. عندك وظيفه يا حبيبي؟ تصحى الصبح الساعه كام؟ تصحى بقى انتوا، بقى انتوا العمل، العمل اللي بيتحكم فيكي. ممكن اصحى الفجر، ممكن اشتغل بالليل ايام، ممكن اشتغل بالنهار. والعمل ده اللي هو مواسم السمك مثلا؟ مواسم السمك احنا بالنسبه ان احنا صيادين قدام، السنه كلها شغل عندنا، كل السنه شغل. ومازال يعني سمك موجود؟ موجود والله، الخير اكتر منه ما فيه. الرزق بتاعك بيتحرم على غيرك، صحيح، مش حد هياخد رزق حد. بس هي احنا الانسان كان عجوله، هي عايزه شويه من الصبر، قاعدين هنصبر. دي طبيعه على خير. طب انت يعني مثلا بتحضر شغلك ازاي؟ تاخد معاك طعم شكله ايه؟ الايام فيها طعم، ايام فيها صمار لطش، ان ده بيطعمش بيتبرد. يعني ايه؟ بيتحمى. بيتحمى بسنه زي الدبوس، سنه حامي حامي من غير اكل ولا حاجه. لا السمكه تمشي وموقع فيه. وسمك قد ايه كده؟ لا جبنه انواع السمك، ال 10 كيلو جبناه. بعد كده لما تاخدنا جوه في الصيد بتوريني بيتعمل ازاي وبيتعمل ازاي. ده الشبك دلوقتي بقى ممكن يبقى شبك، لان الصنار مش واكلك وميتك وحاجاتك. الاكل شربي من البار، من البار زي ما كنا جايين كده. انت بيتك هناك؟ بيتي في البلد هنا، واخد بالك. قوم جايب ميتي وجايب اكل، وطبخنا هنا وشربنا هنا وكل حاجه تنين، بتجازنا وعدت شاينا وحلتنا وكله هنا. اكتر احنا كان جد علينا ايام كنا بنقعد بالشهر قاعدين. ليه؟ الشغل بيقوي القلب والمكسب بيقوي القلب. حلو طبعا. ولولاش احنا عملنا كده ما كانش عيالنا عرفنا نعلمها ولا نعمل لهم مكان. انا بقى يعني انت خيرك من مين؟ بشكر الحمد لله من عند ربنا الاول طبعا، ومن مين؟ انا اشكر ربنا احمد فضله ان انا علمت عيالي كلها من اول واحد. كم عيال؟ انا عندي 6 ما شاء الله. الله وماتوا 2. كل الدنيا فيها حلو وفيها مر. امال ايه؟ ما هو الحلو لوحده ما ينفعش، ولا الوحش لوحده نفع رتيب. لازم الدنيا فيها كده زي الاكل، طالب الواحد طالب كل حاجه، طالب الجبنه، طالب العدس، طالب اللحمه، طالب كل حاجه. التنويع، التنويع لازم. طب والتنويع في النيل هنا يعني مر النيل ده ايه وحلو؟ الشتاء، الشتاء مر. الشتاء عايز الصحه الجامده وعايز القادر. طب انت لما قررت ان انت تعلم عيالك وهم عايشين الناحيه الثانيه، قررت ان انت ما تطلعهمش زيك صيادين؟ كل واحد بقى يشق طريقه. لهدف، لان حضرتك الطفل او البني ادم بيختلف عن ابوه. يعني ابهاتنا كان عندها صبر وتحمل عننا، احنا مش هيطلع ولادنا زينا. طب مش يمكن احنا اللي مدلعينهم وفاقدينهم؟ شوفي امهاتنا واهالينا كانوا بيشدوا علينا، صحيح، احنا بنخاف عليهم والخوف ده بيبوظ. انت اتعلمت منه؟ اتعلمت لاني لازم أنا اصبر على كل حاجه. وبالذات في الشغل، يعني وانا صياد لازم ما ربنا ما رزقنيش لازم أنا اصبر، لاني لو ما صبرتش ومشيت غلط هيعود عليا، هيعود على صحتي، هيعود على اولادي. وانت اتعلمت ايه من ابوك يا عم جمال؟ اتعلمت كل حاجه اصول بره. والجد مفيش حاجه اسمها كده ولا كده،
ومطلع العيال على كده، مفيش همجيه، ماسك شغله تدقنها تديها حقها، عشان ده ضمير، عشان ربنا يبارك في صحتك في جنيهك في عيلك. طب وحاسين ان احمد زيكم؟ ان شاء الله يبقى احسن باذن الله. ان شاء الله ربنا يبارك لك. ان شاء الله يبقى احسن ويبقى وقته حلو. بس هو والجيل كله ربنا يعدل له. طب بتروح المدرسه يا احمد؟ بتروح في سنه كام؟ في اولى ابتدائي. اه. واخواتك مين يا ندى؟ ندى ومحمد. ندى انت اكبر واحد؟ لا واصغر واحد. انت اصغر واحد؟ اه. ده ندى عروسه كبيره. ندى كبيره. كبيره. اه في ثالثه اعدادي السنه دي. ما بيجوش خالص يا خالد معاك المركز؟ لا لا لا. في اوقات بسيطه. فسحه تغيير. بس. طب اسمعوا، احنا لما بنحب نتفسح بنركب مركب نتفسح بيها. انتوا لما بتحبوا تتفسحوا بتعملوا ايه؟ اهو المركب ده بقى برضو؟ لا انت شكلك بتروح المولات. لا 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 وبيروحوا يصيفوا. بتروح فين؟ يعني بروح مثلا انزل مثلا اتمشى شويه في وسط البلد. سيب بقى القناطر خالص. لا لا اخرج منها. سينما؟ لا لا سينما لا. تحبش السيما؟ لا اما كان في بلدنا كنا بنروح. تحب السيما؟ كان في بلدنا هنا سيما وفي المناشي كان في سيما بلد جنبنا هنا. كنا بنروح اشهر الزراعه مرتبطه باشهر الصيف، يعني اللي هو طوبه وامشير وكده بتوع الزراعه ليهم علاقه بالصيف. ليهم علاقه بالصيف. النوات الحاجات دي. احنا فوا يعني عملت ايه في طوبه وامشير اللي فاتوا دول؟ قعدتهم في البيت. قعدتهم في البيت؟ كل كام يوم كده ازهق من القعده، اجي يوم اتنين اتيه تعبان امشي ما اقدرش اقاوم. ده اول من البرد. من البرد. بس في سمك ولا ما فيش؟ لا في بس هو بقى بيستخبى تحت. ما دام بشتغل والتي اي تي نوه اعرف ان ما فيش سمك، بيستخبى زينا. انما عند ما الجو يسخن كده شويه بتسرح بقى وبتطلع تشقها بتاع بتمشي. السمك بيبرد بقى. امال ايه؟ وبيتدارك زي البني ادمين. اي شيء صامت وبعدين هو بتشوف عامل كلام ايه بكره اللي هيحصل. قبل احنا ما بنضرب بالجو وهو بيكون بارد، يعني من قبل النوه ما تيجي هو بص ما نجيبش، نقول لازم حاجه هتحصل، لازم حاجه هتحصل. الشبكه اللي جنبي دي يا عم جمال نوعها ايه؟ هي دي الشبكه العاديه اللي بتصطادوا بيها ولا في انواع شبك تانية؟ في انواع تانية. دي نوع من الانواع. دي ايه دي؟ دي شبكه بلاستيك. بلاستيك عادي. بلاستيك عادي. واخد بالك؟ فيها رصاص ده تقلات وفيها الفلايه. بس كده. في بس انواع كتير يعني مش دي. ايه بقى الانواع التانية اللي في انواع عينيها واسعه، انواع زر انواع فرج، العين بتاعتها واسعه، العين الدرجات بتاعتها درجات. دي تصطاد السمك الاكبر حجما. دي اقل حاجه عندنا فرجه، يعني مش زر. تاخد سمك صغير. لا مش قوي، دي اقل حاجه عندنا. ليها علاقه بقى بموسم السمك اللي اليومين دول بيطلع بدي. ليها ايام معينه مش شرطي. زي الصنار دي ايام برضو معينه بنشتغل كل حاجه ليها يومين. يعني كل ايام بالنسبه لنا بيبقى ليها نوع من الادوات. والمالح يختلف طبعا. لا يختلف. ده نظام تاني في كل حاجه ومراكبه كله. يعني انت لو رحت مثلا زي عندنا في عزبه البرج مش صنعتك. لازم انا الجا لزميلي بقى اللي هناك يوجهني اللي هناك يقول لي نعمل ايه، مش هتعبه حاجه معاه دغري، لان دي اساسا صياده بقى. عندي فكره. عندي بس مش فكره كامله زيه. زي ما هو لو جه هنا برضه المكان. عارف ونوع السمك. لا والسمك مش ونوع الشبك اللي هيشتغل. نوع السمك بيختلف من المايه المالحه للمايه الحلوه. نوع السمك اللي هيجيبه ايه؟ الشبك. احنا لازم نوصل للشبكه الاول ونظمها في رصاصه وفي اللتة ايه نعمل زيها، بس مش هتعبه كتير زي ما يكون مش عارف. طب يلا تعالوا على بختي. مش انتوا ساعات بتعملوا على بخت فلان على بخت فلان؟ تعالى كده نشوف ربنا هيرزقنا بايه على بختي كده. جميلة القناطر، أخدت اسمها من القناطر اللي بناها محمد علي باشا في نفس المكان الجميل ده عشان تتحكم في سرعة المية اللي نازلة الدلتا. هنا بيتقسم النيل لفرعين، فرع دمياط وفرع رشيد، وفي نفس المكان جناين على 500 فدان شبه جناين أوروبا، فيها أشجار نادرة من كل حتة في العالم. محمد علي باشا لما بنى القناطر لحماية النيل ما كانش يعرف إنها هتبقى فسحة المصريين، كل المصريين الغني والفقير. هنا هتلاقي جنب استراحة الملك فاروق واستراحة الرئيس السادات ناس بسيطة قاعدة على الأرض هربانة من زحمة الدنيا لأرض الله الواسعة. هنا هو في جناين القناطر.
عم جمال. نعم. انت شربتنا كلنا شاي وعزمت على المراكب اللي جنبينا، والمال بيقولوا عزومه مراكبيه ليه؟ لا ده كلام، ده كلمه، ده دعايه طلعت. ليه بيقولوا كده؟ بيقولوا كده مني كان المراكب زمان على قد ويبقى ماشي في البحر والتاني مش على البحر. ها تقول له ده عزومه مراكبيه، انت معقوله تجيلي البار تعمل لي؟ تعالى اشرب شاي. معقوله انت تجيلي تعمل لي شاي؟ عمرك عملت عزومه على المركب دي؟ طبعا. واكلت واكلت الناس؟ طبعا طبعا. طب احنا رمينا الشبكه دلوقتي. خلاص المفروض بقى تلموها امتى؟ دلوقتي هلمها. يعني امتى؟ ربع ساعه كده. طب ايه اصناف السمك اللي عاده موجوده حواليك؟ اللي موجوده البحريه دوت بقى الانومه، سمكه اسمها النومه. النومه بياض اللي هي الطويله الانومه دي. ايوه اسمع. والبياض، والبياض اللي هو قشر بياض ولا غير؟ لا البياض، البياض نوعين، في بياض وفي قشر بياض. والقرموط والبلطي. والبلطي. طب اسمع ان الحنشان بقت غاليه قوي. مش موجوده. ليه راحت؟ يعني احنا طول الشتاء بيجيش الا في الشتاء، بنجيبش الا اتنين ثلاثه بالعافيه. انا السنه جيبهم ثلاثه بالعافيه. وليه؟ ايه السبب ان ما بقوش موجودين؟ عملوا لهم حاجه كده بقتش تيجي من الناحيه الثانيه. من البحر بقى. لان هو بيروح يولد في الماء المالح. بيبيت في المالح ويجي يعيش في الحلو. كان بيجينا بقى مش عارف عملوا له ايه في السكه كده، سدود ولا ايه؟ سدود يصطادوه بيها. وده اللي غلاه جدا. وغلاه ما هو غالي قوي. الكيلو وصل 170 جنيه بعنا السنه. طب استنى، سمعت ان بقى في حاجه اسمها استاكوزا نيلي. وسمعت ان الصيادين الاول كانوا بيكرهوها بيقرفوا منها. وكنا قرفانين منها لما عملوا لنا اختراع. ايه بقى؟ اختراع بقى جوبيا. واخد بالك زي فخ. بقوا يصطادوها ويحطوها بطاطس وعيش وبتاع. ايوه جوبيا اللي هي صندوق بلاستيك كده يسقطوه يصطادوها بيه. الراجل اللي بيصطاد جنبنا ده ممكن شبكه يخش في شبكتنا؟ لا لا. ونتخانق بقى على السمك ده سمكك ولا سمكك؟ لا دور واحنا دور. هو شغال بنظام واحنا شغالين بنظام تاني. يعني اذا في نظام غير ما يعني نظام عرف متفق عليه. قواعد. كل مهنه حضرتك ليها اساس، ليها قواعد. كل نظام في الشباك عندنا ليها قاعده، ليها اصول، ليها مواعيد في الشغل. طب هو مثلا الصياد ده مثلا صغير في السن. لما يشوف مثلا عم جمال هو اللي ماسك رئيس المركب، ليه احترامه مثلا يسيبه هو يفرش الاول؟ لا من جهه الاخلاق والاحترام فيها. هوب بس كويس. شكرا يا خالد. جينا على الشط يا عم جمال. بسطت قوي قوي في الميه قوي. ايه اللي يطلع الصياد بره المايه؟ يبقى محتاج ايه؟ محتاج يكون مروح، لا يكون هيجيب طلب، لا يكون هيجيب حاجه اللي تطبخه بيه. اكل شغل، يكون راح مشوار، غسيل يحلق يعمل، يكون وراه مصلحه، يجدد رخصه يعمل، يستحمى بمايه وصابون، يغسل جسمه. لا ما البحر فيه كل حاجه. انتوا ممكن تستحموا في كل مواله مواله رصيف. ايه الفرق بين تحت وفوق؟ ده فرق كبير. ده فرق، دي حريه. هنا حريه، حريه. تحب تتمشي شويه تجيبي طلب، تتمشي تروح عند جارك عند جارتك. هنا مفيش كلام من ده، مكان محدود. مفيش احساس كده بالحريه ان انت من السما، مفيش الضوضاء والهلك بتاع بره. لما تروح تطلعي من البحر شوفي كانك خلاص مخنوقه مش عارفه حاجه، حتى المشيه بتاع الصياد تختلف عن مشيات الناس. ايه الفرق بين الصياد وبين الراجل اللي التوك توك؟ لا اصل التوك توك ده راجل داير وفاهم، بيقابل ناس كتير، حتى لغايه يتغير. انا لغايه محدود، انما اللي عنده 40 و30 و25 لا مفيش عنده تصرف مختلف نظامه وكلامه ومعاملته. لكن الصياد اهدى من الناس اللي الصياد بكتير غلبان. ليه غلبان؟ الصياد القديم كله غلبان، فئه كتعه منه ربنا كده. الصياد ماشي بالبركه. والله طب مش ده حلو؟ حلو طبعا، وخصوصا السنين دي ولا مش نافع اليومين دول؟ لا ما هو اليومين دول مش نافع، بس اللي منفعه انه عاش مع نفسه تحت، انما لو اتعامل مع الناس اكيد مش ينفع خالص ويضحكوا عليه. مراتك اللي انت بتغيب عنها زمان دي لما بتطلع لها بقى ما بتفرحش بيك كده؟ ما بيطبخوش حاجه مخصوص؟ لا ما هو لازم اليوم بيبقى يوم فرح بقى، طبيخ، حلاوه، حاجات حلوه، بيبسي. والنبي عينيك لمعت يا عم جمال وانت بتتكلم عليهم، وحياه المصحف الشريف عينيك برقت كده وانت مبسوط شويه. ما لازم بيبقى في فرح، وبعد ما فرح يبقى لازم في رقابه كل اسبوع اروح بتاع عيل مرة في درس، عيل كده عيل كده عيل كده، لازم من رقابه. اصحابك يا عم جمال من كار تاني ولا اصحابك معظمهم ليهم علاقه بالنبي؟ اغلبيه اصحابي من البحر. من البحر. انما الجيران دي برضه معايا جيران بعناوين. جيران بقى جيراني اللي هي في الشارع عارفين وانا عارف، حتى لو واحد مننا مش موجود وعيالي التاني احتاجت حاجه التاني بيكملها.
احنا عملنا لك حاجه حلوه قوي. قول يا رب. معانا رسام جميل اسمه عبد الله. اه. واحنا قاعدين بنلف خدك انت واحمد وخالد عمل لكم كده صوره جميله. كويس كويس. عايزين نسيبها لك تذكر واحنا ماشيين. الله. شكرا. اهي. شكرا شكرا. اهو شبهك يا عم جمال. اه هي. اه. شبهك؟ شبهنا. وده خالد؟ طبعا. وده احمد؟ ده يشطر قوي، ربنا يديله حاله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب. يديله حاله ويديله حاله. انبسطت قوي معاك النهارده يا عم جمال، انت حضرتك. وخالد واحمد. انا تحت امر حضرتك. ان شاء الله يا رب تعرف تربي الصغير والكبير يا رب. الله يحفظك، ده كل وكل عام وانتم طيبين. وانت بألف صحة وسلامة، هتعلقها فين الصورة دي؟ في أوضة الجلوس بقى. في أوضة الوعاد. أوضة الوعاد. بس كده. يلا، ميرسي يا عم جمال. ماشي تحت. هسبقك أنا. مع السلامة، مع السلامة. موج الحياة اترسم، والحب رزق اتقسم، شوف اللي فات وابتسم، لسه الحياة جايه.